الرئيس السيسي يهنئ العاهل السعودي وولي عهده بذكرى اليوم الوطني، ويوفد أمينا من رئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة في القاهرة للتهنئة بالمناسبة. رئيس الوزراء يتابع انتظام الدراسة مع وزير التعليم، ويؤكد: نحرص على تطوير المرحلة قبل الجامعة كونها ترتبط بتشكيل وبناء عقل النشء وتأهيله للجامعة وسوق العمل. وزير الخارجية ونظيره اللبناني يناقشان تطورات الشرق الأوسط، ويشددان على أهمية تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على فلسطين ولبنان. نائب رئيس الوزراء يوقع عقداً لتشغيل محطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع البضائع في ميناء الدخيلة، ويؤكد: هدفنا تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت. الشركة المتحدة للرياضة تنشر فيديو ترويجياً لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في العاصمة الإدارية، وتؤكد: الحدث الأول من نوعه على أرض مصر بين 27 سبتمبر و3 أكتوبر.